بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف وفقه الله تعالى في موضوع ولاية الله وبما تكون، وقوله: وأكرمهم عند الله أطوعهم. الخشية والتفاضل بينهم من الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأهوى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. قول المؤلف رحمه الله تعالى وقوله: أكرمهم عند الله أطوعهم، يعني كلما كان العبد مطيعا لله جل وعلا، ممتثلا أوامره، مجتنبا نواهيه، مطيع للرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وإرشاده، كان أقرب للولاية وأولى للولاية إلى الله من غيره بحسب الطاعة. فالله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه نسب، وإنما أطوعهم لله هو أقربهم منه سبحانه وتعالى. وأكرمهم عند الله أطوعهم، أكرم أولياء الله عنده وأطوعهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأطوعهم أفضل أفعل تفضيل، قول أطوعهم أفعل تفضيل، أي أكملهم طاعة وامتثالا للأوامر واجتنابا للمنهيات. نعم. قال الشارح: أكرم أولياء الله عند الله هو أطوعهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أطوعهم أفعل تفضيل، أي أكملهم طاعة وامتثالا لأوامره واجتنابا للمنهيات. وقوله: وأتبعهم للقرآن، هذا من التنويع في التعبير. تنويع بالتعبير، يعني قال أكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. لا شك أن أطوعهم هو أتبعهم للقرآن، وأن أتبعهم للقرآن هو أطوعهم لله جل وعلا. ولكن المؤلف رحمه الله تعالى الطحاوي أراد أن ينبه أن ينوع بالتعبير، فقال أكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. فكلما كان العبد متبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا يحبه ويثني عليه. وكلما كان قليلا في ذلك أو مخالفا، فالله جل وعلا يبغضه وليس بولي لله جل وعلا. وإنما أكرم الأولياء إلى الله جل وعلا وأكثرهم طاعة لله تبارك وتعالى. فإذا وجدنا مثلا رجلين، أحدهم يؤدي الفرائض ويصلي النوافل ويوتر من الليل ويصوم من الليل من النهار ويطيع الله جل وعلا، وآخر يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي وليس له طاعة تذكر، فهذا أقل محبة لله جل وعلا وأقل ولاية. وكلما كان العبد مطيعا لله ممتثلا لأمره مجتنبا لنهوه، فهو أحب إلى الله جل وعلا.
نعم وأتبعهم. وقوله وأتبعهم للقرآن هذا من التنويع في التعبير، لأن من كان أطوع فهو أتبع، ومن كان أتبع فهو أطوع. ولا طاعة إلا باتباع القرآن، قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمؤمنون متفاضلون تفاضلا لا يعلمه إلا الله، فالأنبياء بعضهم أفضل من بعض، والصديقون متفاضلون، والشهداء متفاضلون. فاتباع القرآن من العبد يختلف باختلاف منزلته عند الله جل وعلا، كلما كان أطوع لله فإنه يتبع القرآن أكثر، وكلما كان عنده شيء من المخالفات فهو يخالف القرآن. فأتبعهم للقرآن هذا من التنويع في التعبير، وأكرمهم عند الله جل وعلا أطوعهم إليه. فالتعبير السليم هو هذا، أن تقول أتبعهم للقرآن أطوعهم لله، أتبعهم للكتاب والسنة، والمستحق لهذه المنزلة العالية عند الله جل وعلا. والله جل وعلا وفق بعض عباده للعمل بمرضاته والجد والاجتهاد في النوافل واتباعها والبعد عن المحرمات والمكروهات والمباحات، فهذا أطوع لله. والناس متفاوتون في هذا تفاوتا عظيما، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل مختلفون متفاوتون، منهم المطيع طاعة كاملة لا يشوبها تردد ولا توقف، ومنهم من يحصل عنده بعض التوقف في بعض الأمور، فالمطاعة تختلف من هذا لهذا. والرسل والأنبياء وأولو العزم منهم متفاوتون تفاوتا عظيما، كذلك الصديقون، كذلك الصالحون، كذلك الشهداء، كل الأتقياء، كل عباد الله جل وعلا متفاوتون في عبادته مختلفون في ذلك، منهم من يأتي بالكامل، ومنهم من ينقص شيئا يسيرا، ومنهم من ينقص شيئا كثيرا، وهكذا. واتباع القرآن يكون بامتثال ما فيه من الأوامر واجتناب ما فيه من المناهي. هذا يبين لنا اتباع القرآن، كيف يقال إن هذا متبع للقرآن، ومن يأخذ بالأوامر فيأتي بها ويجتنب النواهي فلا يفعلها، هذا أتبع للقرآن من غيره، ممن يقع في بعض المكروهات أو يقع في بعض المحرمات، فإذا وقع في بعض المحرمات فإنه لا يخرج بهذا عن ولاية الله أبدا، إلا إذا أتى بمكفر يكفره يجعله كافرا، فإن الكافر ليس بولي لله تبارك وتعالى. فطاعة الله جل وعلا تختلف من واحد لواحد، وأنت تعرف هذا بين إخوانك وبجيرانك وبين إخوانك عموم المسلمين، تعرف أن هذا أطوع لله من هذا، وهذا أقل طاعة من هذا، وهكذا بحسب منزلته، ومنزلته عند الله كذلك. نعم. واتباع القرآن يكون بامتثال ما فيه من الأوامر واجتناب ما فيه من المناهي، والإيمان بكل ما فيه من الأخبار مما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته أو بما كان وما سيكون. والله تعالى ذكر الاتباع في مواضع، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
الواجب على المسلم طاعة الله جل وعلا، والطاعة تتفاوت، منهم من يطيع مسرعا مطمئن البال مطمئن الخاطر راضيا بما يعمل، ومنهم من يطيع لكن في طاعته كدر أو شك أو ريب لا يصل إلى الترك، وهكذا فهم متفاوتون في ذلك حسب توفيق الله جل وعلا لهم. وكلما وفق الله العبد جعله مستقيما في كل أحواله، وكلما خذل العبد أو تضايق أو ترك بعض الأوامر أو فعل بعض النواهي فإنه يكون قليل ولايته لله جل وعلا. فأمر الله باتباع القرآن واتباع الرسول واتبعوه لعلكم تهتدون. اتبعوه لعلكم تهتدون، اتبعوا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمسلم مأمور بأن يطيع عرف أو لم يعرف، يعني مهما كان أمر الله وأمر رسوله فيجب على المسلم أن يطيع الله في ذلك ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتردد ولا يتوقف، فإن تردد فبحسب تردده ينقص إيمانه ويقل اعتماده على الله جل وعلا. واتباع الطاعة واجب على كل مسلم، لأن الأوامر والنواهي فيها الطاعة أو عدم الطاعة. فمثلا إذا أمرت بأمر ما فعليك أن تطيع، أما إذا هذا إذا كان أمر الله وأمر رسوله، أما إذا كان محل اجتهاد أو محل شك أو ريب فإنه لا طاعة حينئذ، ويتردد العبد بين الطاعة والمعصية. فمثلا إذا قيل له حافظ على ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر ركعتين، إذا أطاع وامتثل فإنه يعتبر محافظا عليهما، وإذا أهمل وضيع فإنه يعتبر مضيع. وإذا سأل لما أصلي صلاة الفجر، لما أصلي ركعتي الفجر، لما أصلي صلاة الضحى، ما الغرض من ذلك؟ نقول له أطع الله جل وعلا واسأل فيما بعد عن طاعتك هذه هل هي نافعة أو غير نافعة. إذا كانت هذه الطاعة مصحوبة بالشك أو بالريب أو بالتردد فإنها لا تنفع المسلم أبدا، وإذا كانت خالية من ذلك فبها ونعمت. ثم الخلو من الطاعة، الخلو من الامتثال، يكون في الريب والشك أو يكون للعجز أو يكون لاختيار ما هو أولى، فإذا اختار ما هو أولى فالله يثيبه، وإذا تردد للشك أو للريب فالويل له يوم القيامة حينئذ، وإذا تردد ضعفا أو عجزا فالله جل وعلا قد يثيبه على طاعته وقد يحرمه من الثواب إذا كان تردده أو شكه أحاط به وأتى به كاملا. فالشك ليس بانقدال للعمل، لكن إذا كان شكه ضعيفا ويقينه قويا فالله جل وعلا يثيبه. وإذا ترك العمل للضعف أو للعجز فالله جل وعلا قد يثيبه على ضعفه مع اتيانه بالعمل. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فترك العمل ليس على حد سواء، ترك العمل لعدم الإيمان، ترك العمل للعجز، ترك العمل للمرض، ترك المرض العمل للسفر، فبحسب تركه له. فلا رأي لأحد مع ما جاء في القرآن
لا رأي لأحد مع ما جاء في القرآن، ما دام أن القرآن يأمر بهذا فأنت يجب عليك أن تأتمر ولا تتوقف ولا تقول أذا أنظر فيه أو أنظر هل يمكن أو لا يمكن أو هو صدق أو غير صدق. لا طاعة ولا ثواب مع التردد. وإذا عزم العبد على الطاعة سواء عرف المعنى أو لم يعرف اتخذ ذلك وسيلة لنجاته ونجا من السؤال والعقاب يوم القيامة. فرق بين أن يترك العمل لعدم إحاطته به أو لعدم قدرته به أو لعدم معرفته بما يستحق. العدم المعرفة قد يثاب عليها وقد يحرم من الثواب لأنه ترك العمل أو عمل بغير طاعة لله تعالى. أما إذا ترك العمل للعجز أو لعدم الاستطاعة فالله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا رأي لأحد مع ما جاء في القرآن، ولا رأي لأحد مع بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يجب أن يكون العبد تابعا لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقدم عليهما هوى ولا رأيا. لا يقدم على ما جاء في الكتاب هوى إن هذا غير مناسب، ولا رأيا كان يقول هذا حسن لكن لا يوجد في مذهب الإمام كذا. يقول لا يا أخي، عليك أن تتبع القرآن وتتبع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء جاء به الإمام فلان أو لم يأتي به، فإن جاء به فحسن وإن لم يأتي به فيحتمل أنه لم يبلغه وأنت قد بلغ كذلك، ويحتمل أنه لم يصح عنده وأنت قد صح عندك ذلك، وهكذا. فيجب على المسلم ألا يخرج عما في الكتاب والسنة بقول أحد كائنا من كان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.